في المرات السابقة احنا اتفقنا ان في الكترون كاريرز بتاخد الالكترونات من مختلف العمليات الحيوية الخاصة بانتاج الطاقة وتنقلها لمركبات واحد ورا التاني. هذه المركبات بتختلف في الالكترون افينيتي بتاعتها، يعني في قابليتها لاجتذاب الالكترونات، وبالتالي هتختلف في الريدكشن بوتنشال بتاعها. فهنا الشارت دي بتقسمهم نمرة واحد الدونر اللي هو المعطي للإلكترونات، يليه أكسبتر نمرة واحد، نمرة اتنين، نمرة تلاتة، نمرة اربعة، لحد الفاينل أكسبتر اللي هو بيبقى أعلاهم في الريدكشن بوتنشال أو قابليته للاختزال، وبعدين بينتهي في الآخر للفاينل الكترون اكسبتور اللي هو زي ما اتفقنا الاكسجين. فطبعا ال NAD بلس او ال FAD هذه المركبات بتشتغل زي ما اتفقنا الكترون اكسبتور والكترون دونر، وبتنقل بتنتقل الالكترونات من مركب الى التاني. طبعا هذه القياسات اتقاست في الستاندرد ريدكشن بوتنشال، يعني في درجة حرارة مثالية اللي هي 25 درجة مئوية، وعند pH 7 أو درجة الحموضة اللي هي المثالية اللي هي 7. طبعا من الناحية العملية بتفرق شوية، فبيبتدوا يخضعوها لمعادلات ولقياسات ممكن ما نخشش فيها دلوقتي، وبعدين هينتهي الموضوع بأنه بينتقل زي ما احنا شايفين من مركب إلى آخر بهذه الكيفية، من اللو للهاي، من المنخفض الى المرتفع في الريدكشن بوتنشال او قابليته كل الالكترونات. طيب الالكترون كاريرز دي الحوامل او نواقل الالكترونات في داخل الالكترون ترانسبورت تشين او سلسله نقل الالكترونات، بيوجد فيها ثلاث انواع من نواقل الالكترونات، بتاخد وبتعطي الكترونز، وبعدين بتعطي الكترون تستقبل وان الكترون ات ا تايم، تاخد في كل مره واحد او اتنين الكترون في المره. اول واحد فيهم اسمه يوبيكينون او كو انزيم كيو. هذا المركب زي ما انتم شايفين كده هو عباره عن اكستريملي هيدروفوبيك، هو هيدروفوبيك كاره للماء جدا، ولذلك بيوجد بداخل الممبرين نفسه بتاع الميتوكوندريا. وهذا المركب يستقبل واحد الكترون وواحد بروتون، يتحول الى سيميكينون يعني مختزل اختزال منصف وسطي، وبعدين يستقبل تاني واحد الكترون وواحد بروتون ليتحول الى فولي ريديوست كوينزان كيو، يتحول الى مركب ايه كامل الاختزال. ثاني نوع من النواقل الإلكترونية وهو البروتينز، ثلاث طوائف موجودة منه متقسمة حسب التركيب الكيميائي. أول واحد سيتوكروم A، وده بيحتوي على هيم A. ثاني واحد سيتوكروم B، وده بيحتوي على هيم B، وهو شبيه جدا بالهيموجلوبين. السيتوكروم A والB موجودين في Integral Inner Mitochondrial Membrane. السيتوكروم C ده عبارة عن Type C هيم، وده موجود في Covalently Attached to Peripheral Membrane Protein، موجود ما برابطة تساهمية مع البروتين اللي موجود طرفيا على الغشاء وليس بالداخل زي الA والB. النوع الثالث من نواقل الإلكترونات بيسمى الايرن سلفر سنترز، او المركز اللي بيحتوي على الحديد والكبريت، وده مرتبط بانواع اخرى من البروتينات ومختلفه، ودي بتتركب من مركبات ممكن تتمادى في التعقيد زي ما احنا شايفين اربع ذرات من الحديد الى ان تصل الى البسيط جدا اللي هو بيبقى فيه واحده او اتنين من الحديد، ويحصل تفاعل ما بين السيتوكرومز والايرن سلفر سنتر
هذا التفاعل نتيجته نقل الإلكترونيات بكفاءة عالية جدا، إلكترون في المرة، واحد إلكترون في المرة. هنا في الرسم التوضيحي ده أو في الجدول ده بتظهر لنا لستة من نواقل الإلكترونات المنتمية إلى الإلكترون ترانسبورت تشين أو سلسلة نقل الإلكترونات، ودي مقسمة تبعا للريدكشن بوتنشال أو قابليتها للإلكترونات، بتتدرج من المنخفض القابلية للعالي القابلية، وأيضا هو نفسه الريدكشن بوتنشال من المنخفض إلى المرتفع. يعني مثلا الـ NADH بيدي لليوبيكينول، اليوبيكينول يبتدي يدي السيتوكرومز بمختلف أنواعها إلى أن ينتهي بالفاينال إلكترون أكسبتور اللي هو الأكسجين. ده نظريا. طب عمليا، عمليا إحنا هنقوم بتجربة عدة مركبات كيميائية توضح لنا إيه الجزء المختزل وإيه الجزء الأكسيدايز، أنهي فيهم أكسيدايزد وأنهي فيهم ريديوزد، لأن كل مركب في سلسلة نقل الإلكترونات بيلعب دور مزدوج، مرة ريديوزد مرة أكسيدايزد. فلو بدأنا بمركب اسمه الروتينون، كل ما هو قبله هيبقى في ريديوزد ستيت وهو الـ NADH فقط، وبقية السلسلة كاملة هي أكسيدايزد. جميع السلسلة بتاعت الريسبيراتوري تشين أو الإلكترون ترانسبورت تشين دي كلها أكسيدايزد. طب الأنتيمايسين إيه؟ لو حطينا مركب اسمه الأنتيمايسين إيه هيبقى ما قبله اللي هو الـ NADH، الكوإنزيم كي، السيتوكروم بي، دول في حالة reduced state، وكل ما هو بعده السيتوكرومز السي والأي أكسيدايزد. السيانايد العقار القاتل، المادة القاتلة دي، جميع الإلكترون ترانسبورت تشين كلها بالكامل ريديوست. بالطريقة دي احنا نعتبر جربنا هذه المركبات، بس بشرط لما يكون متوفر في هذه التجربة جميع الشروط، يعني البي اتش منضبطة، في توفر من الـ NADH وتوفر من الأكسجين، كل الظروف متوائمة، يبقى جاهزة الخلية لتجربة هذه العقارات.